وقبل ذلك يا أخوان أمهاتكم آباؤكم وخاصة الأم 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 انتبه لها برها، لا تقدم عليها أحدا. الآن بعض الشباب قد يتصل به من يتصل من زملائه أو أصدقائه، وينك؟ والله عند أبوي عند أمي، باقضي غرض للوالدة للوالد. يا أخي الشياب ذولي أبلشوك، العجوز هذا لا 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 تقبل بهذا. ومن كان يقول لك هذا الكلام مباشرة يقطعه مرة، هذا بيقطع، هذا قاطع طريق، أنت في طريق الجنة هو بيقطع عليك، هل تسمح له ولا تتركه؟ أنت أمامك طريق الجنة، يا أما أنها تسمح لهذا بأن يقطع عليك ولا أتركه. أتركه، في غيره كثير، في غيره كثير. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا تضيع وقتك مع صديق يجرك للشر ويبعدك عن الخير، لا تضيع وقتك معه، أتركه مباشرة، أتركه مباشرة، ادعو الله له، انصحه، لكن لا تضيع وقتك معه، خلاص أتركه مباشرة. طريق الجنة ترى طويل يا أخوان، طريق الجنة طويل، وكل ما قطعت منه، كل ما ازددت منه، كل ما ارتفعت في الجنة. فأنت ما عندك وقت تقعد في بنيات الطريق، ما في وقت تقعد تضيع وقتك مع فلان وفلان في منتصف الطريق والناس يمضون يسبقونك. سابقوا سارعوا، أسرع لأنه عمرك قصير، سارع. كل ما مضيت في هذا الطريق كل ما ارتفعت في الجنة. لا تضيع وقتك مع فلان وفلان، أضيع وقتك معه. أي إنسان يقطع عليك الطريق أتركه، أنصحه ومش أتركه، لا تضيع وقتك معه، لا تروح استراحة شكة كذا كلام فاضي. أنت تسير إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. على كل سبيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيطان يدعو إليه، والشيطان قد يكون شيطان إنس وقد يكون شيطان جن. وشيطان الإنس يدعوك إلى ما يدعوك إليه شيطان الجن، إما معصية وإما إثقال عن طاعة الله. فمن كان بهذه الصفة لا يستحق أن تصاحبه، لا تصاحبه، اتركه مباشرة. كن حازما قويا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كن حازما في هذا الباب، هذا باب نجاتك أنت، لا أحد سيسأل عنه غيرك، لا أحد سينال مضرته غيرك، لا أحد سيكسب منفعته إلا أنت. كن حازم يا أخي الكريم، كن حازم في هذا السبيل، لا تسمح لأحد، صديق أو كذا أو قريب إلى آخره، لا تسمح لأحد بأن يقطع عليك طريقك إلى الله. من قطع عليك طريقك إلى الله اقطعه مباشرة، إلا إذا كان من الوالدين أو الأقربين تصلهم سأبلها ببلالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعطيهم حقهم فقط، لكن لا تطيعهم ولا تشغل نفسك فيهم، تعطيهم حقهم لكن لا تطيعهم في معصية الله ولا تشغل نفسك بهم، لا تذهب إلى مجالسهم وتشغل نفسك معهم. سر إلى الله في طريق واضح.